اليوم وقعنا اتفاق على إعادة تأهيل مدخل الغيضة الجنوبي، وهذا إن شاء الله بتكلفة حوالي 2 مليون دولار. إن شاء الله يكون أيضا فاتحة خير في كثير من المشاريع اللي تخص الطرقات، بالإضافة طبعا المدخل الآخر اللي الغيضة اللي تنفذها شركة الرصيد، وأيضا في طريق الشحن، والحمد لله الأمور سائرة على ما يرام. أيضا معانا إن شاء الله في اتفاق مع صندوق صيانة الطرق، إن شاء الله بيكون مدخل مدينة السياحوت ومنطقة المسيلة وجسر المسيلة، وإن شاء الله كله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء والأخوان في الحكومة الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم. هذا المدخل الذي عانى فيه المواطنين من شدة الازدحام وحصلت فيه عدة حوادث مرورية، ومما أدى إلى خسائر بشرية وخسائر مادية، فبتوجيهات من الشيخ محمد علي ياسر محافظة المهرة وجه بسرعة بدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سوف يكون بعرض إجمالي 90 متر الشارع بكامله بطول 3.5 كيلو. مشروع توسعة المدخل الجنوبي لمدينة القيضة، نحن إن شاء الله بإذن الله بنقوم بهذا العمل خلال فترة 6 أشهر إنجازه، وهذا المشروع حيوي لمدخل مدينة القيضة العاصمة للمحافظة المهرة، وإن شاء الله بنكون عند حسن الظن في تنفيذ هذا المشروع حسب المواصفات وحسب الجدول وحسب الكميات.